بسم الله الرحمن الرحيم انا شايف ان الدرس بتاعنا النهاردة درس بسيط جدا ما هو الا تطبيق على ما سبق ولكن هيبقى فيه معلومة او اتنين جداد طبعا هنا الدرس اسمه declaring a class and instantiation an object of a class طبعا احنا عرفنا ازاي ان احنا بنديكلير الكلاس وازاي بنعمل انستانشيشن منه او انستانس منه وطبعا الانستانس ده اللي هو الكائن او الاوبجكت بيقول لك يوز كلاس employee ان an application خلاص احنا عملنا كلاس امبلوي وشفنا ازاي بيتعمل كلاس employee is نوت ان application طبعا يا جماعه كلاس الامبلوي ده اللي هو ده ده ما يعتبرش application ليه؟ لأنه لا يحتوي على المين ميثود أي كلاس لا يحتوي على مين ميثود ده مش بيعتبر إيه؟ أبليكيشن تمام؟ كلاس الأو أو بي ده يعتبر أبليكيشن لأنه بيحتوي على المين ميثود فإذا يا جماعة عشان بس ألخص لكم السلايد دي من الآخر كده إيه اللي بيتم؟ اللي بيتم أن أنت بيبقى عندك آه a lot of classes تمام وكلاس واحد ده للتست علشان تتست بيه الكلاسز التانية الكلاس اللي انت هتست بيه او هتعمل بيه تيستنج لازم يبقى فيه مين لازم يبقى فيه مين واحد تاني يقول لي طيب هو انا ينفع احط في اي كلاس المين ميثود اه طبعا عادي جدا ما فيش اي مشكلة ولكن الارجح والمستخدم بكثرة ان انت بتعمل كلاس از اتستر ده بيتست الكلاسز الأخرى زي كلاس الأو أو بي اللي أنا عامله ده اللي بيتست كل الكلاسز التانية أوكي؟ طيب رائع جدا الكلام ده آه نكمل شوف بيقول ايه هنا بيقول لك آه cannot execute employee will receive an error message like كذا تمام بيقول لك طبعا لو انت رحت علشان تنفذ كلاس الامبلوي لو انت عملت كده اهو قلت له ران فاير هيقول لك لا والله معلش كلاس الاو او بي دوت امبلوي دازنت هاف ا مين ميثود ده ما فيهوش ايه مين ميثود فبالتالي من المستحيل ان هو طبعا ينفذه بيقول لك هنا must either declare a separate class that contains a main method or place a main method in a class employee بيقول لك يعني لو انت عايز تعمل تيستينج فيفضل ان انت تعمل كلاس سيبريت كلاس كلاس لوحده خالص اللي انا قلت لكم عليه تيست test او تيستر وطبعا ده بيكون بيحتوي على المين ميثود او ان انت تحط المين ميثود جوه كلاس الامبلوي يا ده يا ده uh, هنا to help you prepare for the larger program use a separate class containing method main to test each new class لو انت عندك اه يعني كلاس او برنامج كبير فيه lot of classes فالافضل ان انت بتعمل separate class containing method main انا شايف يعني ان الكلام ده كلام سهل عليكم ما فيهوش اي مشكله. طيب بيقول لك هنا typically you cannot cool ركزوا بقى معايا You cannot call a method that belongs to another class until you create a an object of that class. لا تعالوا بقى كده نشرح الكلمتين الحلوين دول هنشرحهم نظري الاول وبعدين نتكلم فيهم عملي تمام لانها حته مهمه جدا وبيجي عليها اسئله بصوا بمنتهى البساطه كده ركزوا معايا من فضلكم مركزين ولا ان شاء الله مركزين نفترض ان انا عندي كلاس ايه كلاس الاي e بيحتوي على مجموعة من الاتريبيوتس ومجموعة من الميثودز تمام وليكن عندي اتريبيوت اكس واتريبيوت واي وعندي هنا ميثود وليكن ست اكس وجيت اكس اوكي طيب رحت بقى عملت اوبجكت من كلاس E يعني الاوبجكت ده بيشاور على كلاس الاي الاوبجكت 1 مثلا ايه اللي بيحصل يا جماعه الحقيقه ان اللي بيحصل ان اوبجكت 1 ده بياخد نسخه من كل الاتريبيوتس ومن كل الميثودز زي ما علمتكم قبل كده تمام طيب لو انا عملت اوبجكت 2 هياخد نسخه من كل الاتريبيوتس ومن كل الميثود ولكن النسخة اللي هياخدها object 1 مختلفة عن النسخة اللي هياخدها object 2 يعني دي هتبقى في address او دي ليها عنوان ودي ليها عنوان تاني خالص تمام طب نفترض بقى نركز نفترض ان انا عايز اعمل attributes او methods ولكن سبتين يعني ايه ثابتين يا جماعه؟ يعني بيتشافوا على مستوى الاوبجكتس كلهم يعني من الاخر كده الاتريبيوتس والميثودز اللي احنا هنعملهم دول مش بيتاخد نسخه منهم يعني من الاخر برضو الاوبجكت لا يستطيع ان يتحكم في الاتريبيوتس او الميثودز اللي هم ثابتين تمام؟ كلمه ثابت ليه static كلمه ثابت او حاجه ستاتيك يعني حاجه لا تتغير طيب معنى كده ايه يا جماعه معنى كده ان انا لو جيت هنا في كلاس employee ورحت جاي عملت ايه طبعا احنا خلاص بقى عرفنا ان دي اسمها instance variables خلاص من المحاضره اللي فاتت لو انا جيت هنا ورحت جاي قلت له مثلا public static أه مثلا int max age العمر الاكبر يعني خلاص ايه اللي هيحصل يا جماعه؟ إيه اللي هيحصل ان انا لو رحت عملت ركزوا معايا من فضلكم لو رحت عملت object من employee ونفترض ان انا عايز انادي على ماكس ايج ده يا ترى هينفع تعالوا نتفرج هقول له اهو ماي اوبجكت دوت يا ترى عندي ماكس ايج لا ما عنديش ماكس ايج ليه يا جماعه لان الفاريبل ده اللي هو الماكس ايج اصبح ستاتيك يعني ايه ستاتيك يعني قيمته او الفاريبل ده مش بيتاخد صوره منه ده الفاريبل ده يا جماعه ماله اصبح مسؤول من الكلاس مباشره علشان كده بيطلق على الجزئيه دي حاجه اسمها كلاس باريبلز والكلاس variables دي الاوبجيكت لا يستطيع التحكم فيها اطلاقا. ولكن مين اللي بيتحكم فيها؟ اللي بيتحكم فيها الكلاس نفسه. يعني معنى كده ان انا لو عايز انادي على ماكس ايج اروح الاول واقول له ايه؟ اسم الكلاس اللي هو امبلوي. وبعد كده اقول له دوت هيجيب لك مين؟ هيجيب لك ماكس ايج يساوي مثلا 30 على سبيل المثال. ولو رحت وقلت له لو سمحت هات لي الماكس ايج برضو هروح ونادي على اسم الكلاس مباشرة هنادي على اسم الكلاس مباشرة هيروح ويجيب لي طبعا ايه 30 زي ما انتم شايفين كده تمام يبقى ده في حالة ايه يا جماعة في حالة ان انا عايز اخلي او عايز اعمل variable الفاريبل variable ده يبقى متشاف على مستوى الكلاس ولكن الاوبجكت استحاله ان هو يتحكم فيه من المستحيل ان الاوبجكت ينادي على الحاجه دي تمام كده ها وصلت ولا لسه ده اسمه ستاتيك ده كده اسمه ستاتيك خلاص يا ترى الميثودز ينفع اخليها ستاتيك اه طبعا عادي جدا مفيش مشكله يعني مثلا لو انا رحت دلوقتي قلت له مثلا بابليك static void مثلا get max age اهو خلاص طب يا الماكس age دي نوعها ايه؟ نوعها integer طيب هستاذنكم اخليها function علشان ترجع قيمة تمام فبدل void هيبقى int وهقول له هنا لو سمحت رجع لي ريتيرن لي ماكس ايج كده هيروح وهيرجع لك ايه الماكس ايج تمام طيب كده احنا عندنا غلطه تعالوا طيب كده نبص هو مش شايف variable max age اه انا كاتبه غلط هي بس استاذنكم نخلي الام كده Small. كده اتشاف اهو فهيرجع الماكس ايج فمعنى كده ان انا ممكن اجي هنا واقول له امبلوي دوت جيت ماكس تمام فلو انا قلت له ران فايل برضه هيرجع لي ايه؟ هيرجع لي 30 الحته دي طبعا مهمه جدا يا جماعه حته او جزئيه الاستاتيك مهم جدا ان انتوا تفهموها خلاص كده؟ طبعا ده اه بيبقى او بيتم استخدامه في حاله ان انت بيبقى عندك فاريبل، الفاريبل ده قيمته ثابته، لا تتغير اطلاقا. تمام؟ اه فطبعا احنا كنا اخذنا ان القيم الثابته بنستخدم لها فاينل. فاذا لو انت عايز الماكس ايج ده قيمته لا تتغير وتفضل ثابته على طول، فهتقول له بابليك ستاتيك ها فاينل. كده هتحط له قيمه وليكن مثلا 30 وما تقدرش ان انت تغير القيمه دي ابدا وهتفضل ايه بصوا هنا لما جيت اغير فقال لي لا والله ما ينفعش لان هو ستد ان هو كونستنت او حاجه ثابته فما ينفعش ان احنا ايه نغيرها ابدا تمام فاذا قيمته هتفضل طول عمرها ب 30 ففي الغالب استخدامه بيبقى في الجزئيه دي تمام وبما ان الماكس ايج ده انا هقول ان هو استحاله ان هو يتنسخ يعني ايه بقى استحاله ان هو يتنسخ ان الاوبجكت الثانيه تستخدمه ليه يا جماعه لان هو قيمته ثابته ازاي هخلي الاوبجكتس تستخدمه ما هي لو الاوبجكتس استخدمته فمعنى كده هتقدر تغير في قيمته صح لانها بتاخد نسخه خاصه بيها هي فعلشان كده بنروح وبنعمله ايه ستاتيك فاينل كل الكلام ده علشان سطر واحد بس مكتوب هنا ماشي بيقول in the static method such as mean and special it can be called without first creating an object of the class in which the method is declared طبعا ال static method زي ما قلت لكم انا بقدر انادي عليها مباشرة عن طريق اسم ال class خلاص كده اوكي okay. طبعا هنا بيقول لك declare a variable of the class type طبعا دي خلاص عرفناها يعني بيقول لك each new class you create becomes a new type that can be used to declare a variable and create objects. يعني ايه؟ يعني كل class حضرتك بتعمله تمام ده بيعتبر نوع جديد للبيان زي الانتجر وزي السترينج وزي مثلا الفلوت الى اخره يعني اوكي؟ يعني معلومه شايفها بسيطه جدا. بيقول لك هنا class in instance creation expression طبعا احنا لو نفتكر لما كنا بنعرف او لما كنا بنعمل object جديد تمام كنا بنستخدم الكلمه ايه؟ الكلمه new طبعا الكلمه نيو دي ليها حدوته هنعرفها كمان شويه بيقول لك هنا ان الكيوورد new creates a new object of the class specified to the right of the keyword تمام يعني بيقول لك هنا واحنا عملنا دي كده عشان يبقوا الاثنين جنب بعض بيقول لك ان الكلمه نيو بتكرييت ا نيو اوبجكت اوف ذا كلاس سبيسيفايد تو ذا رايت اهو تو ذا رايت اوف ذا كيورد يعني الكيورد اسمها ماي اوبجكت تمام طب ماي اوبجكت ده هيساوي ايه ما لازم يساوي حاجه هو نوعه امبلوي صح طب هيساوي ايه هيساوي نيو اسم الكلاس اللي هو نيو امبلوي خلاص دي الفكرة used to initialize a variable of a class type ده بيستخدم علشان يعمل initialization لكل الـ variables اللي موجودة في الكلاس اللي هي انهي بقى اللي هي ال instance variables اللي هي ال instance variables يعني النيو دي يا جماعة بتعمل ايه وظيفتها ان هي اسف وظيفتها ان هي بتعمل initialization لكل الانستنس variables هنعرف الكلام ده كمان شويه بيقول لك هنا the parents to the right of the class name are required لازم يبقى في الاقواس دي وهنعرف لازمتها ايه الدرس اللي جاي تمام بعد كده بيقول لك هنا Uh, appearances in combination with a class name represent a call to a constructor. طيب المقدمة دي كلها يا جماعة بتاعة الكلمة نيو اللي أنا شايف إن هو الموضوع يعني مش بيتكلموا كتير قوي على الفاضي يعني بصراحة من الآخر الكلمة نيو دي بتعمل إيه؟ بتعمل initialization لكل ال variables بتاعت الكلاس طب الانشالايزيشن ده بعمله ازاي عن طريق وضع قيم ما بين القوسين دول وده هنعرفه في درس الكونستراكتور وده هنعرفه في درس الكونستراكتور اللي هو بعد الدرس ده على طول ان شاء الله فيمكن الحته دي سابقه لاوانها شويه هنرجع لها تاني اوكي جميل كول method via the class type variable ازاي بتكول الميثود ها عن طريق اسم الاوبجكت دوت اسم الاوبجكت او ماي اوبجكت دوت سيت ايج ماي دوت جيت ايج الى اخره طيب جايب لك هنا اهو زي اكزامبل وعامل لك كلاس الامبلوي اللي احنا عملناه برايفت string نيم كل الكلام ده احنا عملناه خلاص ولكن ابتدى بقى يتكلم على السيت والجيت وهو ده اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي مهم قوي 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 اللي احنا نبقى عارفين الحته دي لانها بتيجي في الامتحانات كتير وغير كده مستخدمه في الواقع العملي بكثره فعلشان كده انا عايزكم بس تركزوا معايا دلوقتي انا هعمل ايه عملي وبعدين ارجع تاني للسلايد اوكي جميل طيب زي ما انتم شايفين كده انا عملت الكلاس بتاعي بالطريقه العاديه اللي هو كان اسمه public class وبعدين اسم الكلاس وجوه الكلاس عملت ال instance variables كان منها ال name خلاص وطبعا نوعه string وفي method اسمها display info ودي بتعرض ال name طبعا اتفقنا ان ال instance variables يفضل ان هي تكون كلها private وبما ان ال name بقى private فال display info زي ما انتم شايفين كده خلاص هتروح وتطبعه تمام يعني انا هقدر اطبع النيم عن طريق الديسبلاي انفو طب ازاي احط قيمه للنيم هو ده السؤال عملوا او قالوا لنا تمام ان احنا نعمل لاي فاريبل موجود حاجه اسمها جت وست تمام ست يعني انا بحط قيمه جت يعني انا برجع قيمه الست طول عمرها void وبتحط لها باراميتر الجيت طول عمرها فانكشن وبترجع قيمه تاني تاني انا ليه بس بقولها علشان مكرره كتير جدا يعني تمام تاني اهو عندنا ست وعندنا جيت الست طول عمرها void والجيت طول عمرها function returning اوكي okay. ال set ليها parameters يعني with parameters لكن ال get في الغالب من غير parameters تمام شكلها عامل ازاي بقول له public void set اسم ال variable يعني set variable name ده قانون يا جماعه ها وبعد كده الباراميترز بتاعتي او الباراميتر بتاعي وبعدين بقول له ان اسم الـ variable ماله بيساوي الباراميتر دي مين دي الست الجيت طول عمرها كده ان انا بقول له public بعدين الداتا تايب بتاعتي خلاص وليكن مثلا انت وبعدين اسم الميثود اللي هو جيت فاريبل نيم مفيش باراميترز واقول رجعلي رجع لي ريتيرن نيم ده القانون بتاعنا يا جماعه اللي احنا هنمشي عليه على طول خلاص طيب هروح اهو احنا متفقين طبعا ان الجزئيه دي بتاعت الميثودز فهنا هعمل الست مثلا وهنا هعمل الجت في الست قلنا ان الشكل بتاعها انا بعمل فويد عاديه يعني بقول له بابليك فويد تمام وبعدين انا عايز اعمل ست فهقول له ست اسم المتغير اسم المتغير ايه نيم اهو ست نيم وطبعا انا دلوقتي بحط قيمه القيمه هجيبها من اليوزر طالما ان القيمه هجيبها من اليوزر فلازم اعمل هنا باراميتر صح طب الباراميتر اللي هعمله هنا اسميه ايه سميه اي حاجه براحتك اهم حاجه يكون من نفس النوع خلاص هو النيم نوعه ايه نوع string فهتقول له والله string تمام مثلا سميه يا سيدي كلاس نيم كلاس نيم مثلا اوكي طيب انت دلوقتي هتعمل ايه بقى عايز تحط في النيم دي قيمة فهتقول له والله خلي لي بقى النيم بيساوي اللي جاي من اليوزر اللي جاي من اليوزر من اللي شايله كلاس نيم فالنيم هيساوي كلاس اهو نيم بهذا الشكل فيها مشكلة دي يا جماعة ها فاعتقادي لا فاعتقادي ان هي ان شاء الله سهلة ده بالنسبة للست اوكي طيب بالنسبه بقى للجت قلنا بنعمل فانكشن عاديه خلاص انا هرجع ايه هرجع سترنج صح فهقوله والله سترنج رجع لي اسم الميثود هيبقى جيت نيم وقلنا ملهاش باراميتر خلاص وادي البلوك بتاعها وطبعا هريترن مين انا عايز ارجع النيم طب الفاريبل اسمه ايه اسمه نيم فهقول له رجع لي النيم بهذا الشكل تمام يفضل طبعا ان انت تكتب ايه تكتب public كده خلاص كده اقدر بقى اقول ايه ها اقدر اقول ان انا بقى عندي variable private خلاص او instance variable private والinstance variable private ده بتحكم فيه عن طريق الست والجت خلاص طب الديسبلاي انفو بقى دي عايز اقول مثلا يور نيم از طبعا الامثله دي يا جماعه للتوضيح يعني يور نيم از خلاص عايز اجيب النيم طب اجيبه ازاي ها اكتب نيم ولا استخدم الميثود بتاعتي لا استخدم الميثود بقى اللي هو جت نيم هذا الشكل فده كده يا جماعه هيبقى الشكل بتاعي اهو ده كده هيبقى الشكل بتاعي تمام طبعا لو انا رحت بقى علشان اتست الموضوع ده خلاص من البدايه خالص بقى هروح واعمل اوبجكت من الكلاس بتاع امبلوي فهقول له اسم الكلاس امبلوي تمام ومثلا ماي اوبجكت بيساوي نيو نيو ايه بقى ها اسم الكلاس امبلوي ولازم طبعا الاقواس عايز احط قيمه للنيم اعمل ايه هقول له ماي اوبجكت دوت نيم ها مش حلقية اصلا اهو مفيش نيم امال دوت ايه دوت ست نيم تمام طب ده هحط له بقى قيمه القيمه وليكن مثلا ممدوح موسى ممدوح موسى اهو عايز ارجع القيمه دي خلاص طالما ان انت هترجع القيمه دي ممكن تستخدم ديسبلاي انفو اللي موجوده في امبري يعني هتقول له ماي object dot display info تمام فلو جينا شغلنا اهو لازم طبعا يطلع لي your name is ممدوح موسى اهو your name is جت منين your name is دي بصوا اللي حصل عملت object تمام رحت قلت له my object dot set name ممدوح موسى فاوتوماتيكلي هيعمل جامب على طول على class ويدور على name يروح جاي حاطط فيه القيمة اللي اسمها ممدوح موسى. تمام؟ ازاي حطها؟ هو راح الأول على الست نيم وشال الحتة دي كلها اللي هي كلاس نيم وحط مكانها ممدوح موسى وإدى ممدوح موسى جو لمين؟ للنيم فبقى النيم في ممدوح موسى. تمام؟ بعد كده قلت له ديسبلاي info فهيعمل ايه؟ هيعمل جامب على ديسبلاي انفو، ديسبلاي انفو قال له اطبع لي يور نيم از جيت نيم، فهيلاقي ان جيت نيم دي ميثود، فهيروح جاي عامل لها جامب على طول، خلاص؟ فما يعمل جامب هيلاقي مكتوب ريتيرن نيم، طب ريتيرن نيم دي النيم فيها ايه؟ فيها ممدوح موسى، فاذا هيطبع لي يور نيم از ممدوح موسى. لو انتوا فهمتوا الاكزامبل ده شكرا ليكم وهنيئا ليكم هتسهلوا عليا حاجات كتير كل الدروس اللي بعد كده ان شاء الله طيب ايه رايكم كده نصعب الموضوع درجه صغيره ونخلي اليوزر هو اللي يدخل الاسم وبعد كده احنا نعرضه له اوكي عشان اعمل كده هقول له ايه هقول له هنا import java dot util dot سكانر تمام وبعدين هاجي هنا وهعمل اوبجكت جديد من السكانر يبقى سكانر سي ايكوال نيو سكانر طبعا سيستم دوت انا بدخل قيمه دوت ان كل الكلام ده اخدناه قبل كده تمام أه بعد كده عايز طبعا ادخل قيمة او عايز اخد حاجة من اليوزر فقلنا ان الافضل ان احنا لازم نعرض له رسالة الاول هنقوله فيها مثلا please enter your name please enter your name هيدخل الاسم طب الاسم بقى دوت المفروض احطه فين ها انا عملت طبعا اوبجكت من مين من employee تمام وهنا قلت له ماي اوبجكت دوت set name ها فالمفروض ان في الحته دي خلاص اخد حاجه من اليوزر تمام طب هقول له ايه بقى هقول له اس سي دوت نيكست ليه نيكست يا جماعه بس علشان نوعها string علشان نوع الحاجة اللي انا هاخدها string طب البرنامج هنا هيمشي ازاي البرنامج هيمشي ان هو هيقول له لو سمحت دخل لي الاسم تمام وبعد كده هيلاقي طبعا سكانر فالبرنامج هيقف لغاية ما يدخل الاسم وبعدين هيدخل الاسم فالاسم هيبقى في الحتة دي كده فلما الاسم يبقى في الجزئية دي ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان هو هيبتدي يعمل جامب ويدي الاسم لمين؟ للاسم ده للنيم وفي الاخر خالص يعرضه لي زي ما شرحت لكم قبل كده هقول له رن فايل طبعا هيقول لي ايه بليز انتر يور نيم فهقول له مثلا ممدوح انتر هيقول لك يور نيم از ممدوح شايف الموضوع بسيط يعني ها كلام سهل ولا صعب؟ انا واخدكم ستيب باي ستيب تمام مش بتقل عليكم خالص كده بقى لو احنا رجعنا عشان نبص ونشوف ايه الكلام اللطيف اللي مكتوب هنا هيبقى بالنسبه لنا ان شاء الله الموضوع بسيط لان احنا خلاص عملناه عملي تمام طبعا ده المثال اللي هو عمله اوكي واحنا طبعا عملناه بالتفصيل زي ما هو عمله بالظبط بيحكي لك هنا على set and get methods بيقول لك in the classes private fields can be manipulated by the classes method بيقول لك يعني ان ال private attributes تمام او ال variables اللي هي متعرفة على انها private تقدر ان انت تعمل لها تعديل او تضيف لها حاجة عن طريق ال methods تمام a client of an object calls the classes public method to Manipulate the Private Fields of an Object of the Class. كل اللي احنا بنقراه هنا نفذناه. بيقول لك يعني ان الـ Client of an Object اللي هو ده ده دلوقتي كده يعتبر الـ Client اهو بيستخدم ايه يا جماعه؟ بيستخدم الميثودز Methods علشان يقدر يعمل Manipulate او يقدر يشتغل مع الـ Private Fields او الـ Private Attributes. Classes often provide public methods to allow clients to set or get private instance variables خلاص ما فيش مشكلة the names of these methods need not begin with set or get but the naming convention is recommended تمام يعني بيقول لك هنا ان الاسماء بتاعت الميثود دي مش لازم تبتدي بست او بجيت يعني احنا لو جينا هنا دلوقتي وشيلنا كلمه ست دي او جيت او الكلام ده تمام اهو شيلنا ست دي خالص اوكي طبعا هنا هيزعل اوكي فهشيل ده خالص برضو اهو يا ترى هيحصل حاجه ولا هيأثر عادي جدا برنامج هيشتغل زي الفل اهو ممدوح طلع لي ممدوح في الاخر اوكي ولكن هي يعني ايه بتبقى لطيفه جدا لاي حد بيقرا الكود بيعرف ان ده بتاع ال بتاع اضافه قيمه المتغير يعني بيقول لك ان الانستنس variables also can be initialized when they are declared in the class body using the same initialization syntax as with a local variable يعني تقدر انت تعمل instantiation للفاريبلز عن طريق الانستنشيت العادي اللي هو تقول له بيساوي مثلا يوسف اهو خلاص كده زي ما انتم شايفين اتعمل له ايه؟ ها؟ اتعمل له initialization ولكن في مشكله تعالوا نشوف بيقول لك cannot find simple variable يوسف ليه؟ لان انا طبعا نسيت الايه؟ ال double quotation كده خلاص الاسم معمول له initialization أوتوماتيكلي فنقدر ان احنا نستغنى عن السطرين دول اهو كل ده كده اقدر استغنى عنه واقدر ان انا ادوس على ديسبلاي إنفو على طول هيرجع لي يوسف خلاص اهو تمام طبعا انا كل حاجة بيكتبها في السلايد بشرحها لكم عملي علشان تتفهم ده مثال تاني جاهز انا خدت كوبي paste على طول انا عايزكم بس كده تبصوا له وتتوقعوا ايه اللي هيحصل منه ها طبعا لو احنا كده جبنا القلم بتاعنا أم بصوا كده اول حاجة هيعمل زي ما انتم شايفين امب 1 ده اوبجكت من كلاس امبوي وبعد كده بيقول له ان امب1 دوت ست نيم ممدوح موسى خلاص يعني معنى كده ان احنا لو قلنا ان امب1 ده عنده فيلد اسمه نيم تمام فهيبقى فيه ممدوح موسى صح صح جدا طيب ده كده السطر التاني السطر اللي بعد كده امب1 دوت ديسبلاي انفو طبعا ديسبلاي انفو لو نفتكرها كانت بتعمل ايه بتعمل او بتستخدم جيت نيم تمام بتستخدم جيت نيم فجيت نيم بالنسبه لنا ده اللي هو ايه ها اللي هو ممدوح موسى فاذا اول حاجه هتتعرض هتبقى ممدوح موسى طيب راح بعد كده كده احنا خلاص خلصنا الثلاث سطور دول راح بعد كده وعمل ام 2 اهو فعمل دلوقتي إمب 2 وعمل سكانر فطبعا معنى ان هو عمل سكانر فاكيد هياخد القيمة من اليوزر بعد كده طلع له رسالة بيقول له enter an employee name فمعنى كده ان تاني حاجة هتطلع لليوزر اللي هي ايه enter an employee name صح كده هيجي اليوزر هيدخل اي قيمة وليكن مثلا هيدخل يوسف فاليوزر لما هيدخل يوسف يوسف دي هتتحط جوه مين جوه فاريابل name اهو بهذا الشكل خلاص لان هو هنا قالوا m2 دوت سيت نيم ام name فمعنى كده ان يوسف دخلت جوه name بعد كده هيطبع name of m2 هيبقى مين؟ هيبقى يوسف. name of m 2 هيبقى يوسف يعني هيطلع لنا ثلاث سطور ورا بعض. تعالوا كده نتفرج. أول حاجة your name از ممدوح موسى. شكرا يا سيدي. انتر ان employee name فأروح جاي مدخل يوسف. هيروح جاي مطلع آسف. هيروح جاي مطلع لي في الآخر إيه؟ يوسف. بس كده. أهو. وطلعت يوسف. No problem. ها تقريبا كده انتوا تشبعتوا من الموضوع ده اوكي اه. اتمنى ان انتوا فعلا تكونوا فهمتوا في الاخر خالص جايب لك مجموعه من النوتس عن موضوع الامبورت ولكن دي هناخدها بالتفصيل في درس اسمه باكج لما نوصله ان شاء الله اوكي اشوفكم ان شاء الله في الدرس اللي جاي لانه مهم درس اسمه كونستراكتور